وادي دجله من الفرق اللي اثبتت الحقيقه جداره خلال هذا الموسم الحقيقه، وقدمت كوره غير كره قدم مختلفه تماما. اكيد هناك اسباب واسرار اكيد هنعرفها. معانا اثنين من النجوم الكبار لوادي دجله، مصطفى طلعت. مساء النور يا مصطفى. مساء النور يا كابتن مدحت، وحمد لله على السلامه، وكنت وحشنا جدا ومنور التلفزيون كالعاده. يا رب يخليك يا مصطفى. خالد رضا، مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن، وبتشرف طبعا انا مع حضرتك النهارده، وده شرف ليا كبير ان اكون مع حضرتك النهارده طبعا. الله يخليك، الله يخليك يا خالد. طب نفكر ناس بسرعه كده ببدايتك يا مصطفى وبدايتك يا خالد. يمكن انا بدايتي كانت في النادي الاهلي، قعدت في النادي الاهلي 12 سنه. بعد كده لغايه يعني سن كام؟ لحد مثلا يعني 21 سنه. اوكي. بعد كده رحت، كان في يناير وانا عندي وانا في 21 سنه، رحت اعاره 6 شهور اولمبي. بعد كده رجعت من اولمبيا على النادي الاهلي تاني. فكان ده الوقت اللي هو لا هطلع فيرست تيم مثلا هبقى معاهم فوق، يا اما خلاص ممكن هشوف مكان تاني. بالظبط. فاتحركت بقى من ساعتها رحت نادي الاسماعيلي. كان مين بقى معاك اتحرك من النادي الاهلي في الوقت ده؟ كنا احنا اللي معروفه. كنا احنا الجيل بتاعنا كان مواليد 87، يمكن كانت من الاجيال اللي هي كانت الناس بتحبها جدا في النادي كناشئين. كان عبد الله فاروق ومصطفى شبيطه وشريف اشرف واحمد عادل عبد المنعم ومحمد سمير. لعيبه كتير عشان ما اقدرش انساهم دلوقتي. فهو كان في ناس خلاص هتطلع فوق، في ناس هتتحرك خلاص هتمشي من النادي يعني. فكان ماسك ساعتها كابتن حسام البدري على ما اعتقد فوق، فهو خلاص خد ناس معينه معاه، وبعد كده خلاص الباقي كله بيشوف مكان تاني او كده. رحت فين بقى؟ رحت على الاسماعيلي. رحت قعدت سنه في الاسماعيلي. الحمد لله يعتبر بالنسبه لي كان سنه كبدايه مش وحشه. لعبت 15 ماتش من ال 30، كان ساعتها ال 30 ماتش في الدوري. بعد كده اتنقلت على طول على وادي دجله بعد اول سنه مع الاسماعيلي. من قد ايه بقى انت في وادي دجله؟ من يعني كان عندي مثلا 22 سنه 23 سنه. يعني قعدت في دجله فتره طويله، يعني قعدت 4 سنين، بعد كده اتحركت، بعد كده رجعت تاني. فيعني يعتبر 6 سنين في دجله. 6 سنين في وادي سنين في وادي دجله. مستريح في وادي. الحمد لله يعتبر يعتبر بيت التاني بعد النادي الاهلي. لو فرضنا ان النادي الاهلي قعدت فيه فتره اكتر، لكن دجله بيت التاني اللي بستريح فيه، والحمد لله معظم الوقت بقضي فيه وبكون مبسوط لما برجع. فالحمد لله انا لسه راجع الحمد لله في يناير، فمبسوط جدا ان انا برجع وبلاقي نفسي في النادي، فالحمد لله مبسوط جدا يعني. الحمد ممتاز. لله. وانت يا خالد؟ انا كنت ناشئين شرطه، لعبت في الشرطه 3 سنين، وبعد كده طلعت ناشئين شرطه. مع محمد نصر ولا مع لا، الشرطه كنت مع كابتن سيد متولي. كان ماسك هناك مع كابتن احمد هشام، وكان كابتن فوزي سكوتي كان هو المدير القطاع عندنا. وكابتن ابراهيم يوسف. الله. بعد كده طلعنا، الله يرحمه طبعا. وبعد كده طلعنا على مصر القاهري كده، كان حاجه كده جنب النادي، حصل شويه مشاكل معايا في النادي في الشرطه مع دراسه والكلام ده والاهل ولا دراسه والكلام دوت كده. رحت طالع على مصر القاهري، لعبت سنه او اتنين، وكده لعبت في مصر التامين. مصر كان قسم تاني؟ مصر القاهري تالت. تالت ايوه. بعد كده رحت راجع لعبت في مصر التامين ممتاز بيه، لعبت معاهم سنه. وبعد كده رحت رايح النصر، لعبت بقى في النصر، صعدت معاهم ولعبت السنه معاهم في الممتاز. والسنه دي بقى دجله اشترتني اول موسم. ده لقطات ليك مع النصر. فروحت لعبت طبعا. عملت موسم واحد مع النصر؟ موسمين، موسم الصعود. الصعود. طبعا كان فضل الله عليا، ثم كابتن سيد عيد كان بصراحه من الناس اللي وقفت معايا كتير قوي في السنه بتاع الممتاز بي. تقريبا لعبنا حوالي 38 ماتش، انا لعب 38 ماتش في الممتاز بي، ولعبت معاه في الدوري الممتاز 34 ماتش، لعبت 33، توقفت ماتش 3 انذارات في الدوري كله يعني. الحمد لله. لما صعب تقعد يعني تقعد ليه؟ صعب تقعد. فالحمد لله. لعبت الموسم دوت، وتاني سنه بقى رحت جيت دجله بقى السنه دي ان شاء الله الحمد لله. اول موسم ده اول موسم ليا في دجله. اول موسم ليك في دجله. وانت بتلعب على طول، انا بشوفك على طول في الملعب. بفضل الله. انا قعدت بس تقريبا اول 4 ماتشات. طبعا هو كان مستر تيكس اول ما جه كان عنده برضه اولويات، لان هو كان اتفرج على الفرقه اول ما جه الموسم قبل ما يجي يعني السنه دي. جه اتفرج على الفرقه في اخر كام ماتش الموسم اللي فات. وكان برضه مركز شويه مع، هو طبعا كان مركز مع اللعيبه كلها، بس كان اكتر كان مدي اولويه الناس اللي في كوميونيكيشن ما بينهم، في اتصال ما بينهم اكتر، فكان مركز معاهم اكتر. قعدت حوالي 4 ماتشات، او الماتش الخامس كان ماتش الاهلي، نزلت نص ساعه، كان اخر نص ساعه في الماتش. كان مرعي جاله شد عضلي تقريبا، ونزلت نص ساعة كده بفضل بقى الله. الماتش خلص كان 1 باين؟ خلص 1-0. 1-0. وبعد كده بقى لعبت، فضلت العب بقى بفضل الله لغاية دلوقتي يعني الحمد لله. بتلعب تحت؟ بلعب رقم 4 و5، سيرد باك، بلعب 4 و5. 4 و5. طيب يعني خليني الأول أروح، لأنه الناس كلها بتشوف طريقة لعبكم. طريقة لعبكم أكيد مختلفة تماما.
فقولوا لي المدرب يعني هل الطريقه دي بيدربكم عليها؟ ايه تعليماته ليكم؟ ما بتخافوش ان الكره تتقطع في المناطق الدفاعيه في ثانيه؟ يعني اديني فكره كده يا مصطفى. هو كابتن يعني مستر تاكس بيعملها يعني في نظام في كل حاجه، يعني ما فيش حاجه عشوائيه كده او تحرك عشوائي او اي حاجه عشوائيه، بتعمل كل حاجه بنظام وكل حاجه بنبقى متمرنين عليها. يعني وانس نزلنا التمرين بنتمرن ان احنا هنعمل ايه في الماتش الجاي. يعني احنا مثلا النهارده كان عندنا اجازه، رجعنا النهارده بنتمرن من النهارده، اول ماتش لينا الاسماعيلي كمان 10 ايام. بنتمرن هنعمل ايه مع النادي الاسماعيلي، هنلعبه ازاي، هنطلع بالكره ازاي من تحت. فالموضوع مش عشوائي، الموضوع بيبقى تمرين. وعلى قد ما بنعمل ريسك ان في فرق بتضغط علينا، على قد ما انت لما بتطلع بالكره بتبقى الفرص التشانس اللي انت عندك هجوم بيبقى الفرق ضغط عليك، فبيبقى الملعب مفتوح بالنسبه لك. فهو بنلعب على كده، مش هو الراجل دايما يقول لهم احنا مش بنعمل استحواذ للاستحواذ، او ان احنا نبقى الفرق بتوعنا احنا بنستحوذ وخلاص وان احنا مبسوطين بكده. لا، احنا بنعمل استحواذ عشان الفرق ترجع، فاحنا الكره على طول معانا، وفي نفس الوقت لما يجي يضغطوا علينا بنعرف نطلع بالكوره، ان احنا نعرف نعمل يعني مساحات في ظهر الفرق اللي بتهاجمنا. فده حاجه احنا بنتمرن عليها، فبدايتها من التمرين والماتشات كل حاجه بنبقى عاملين حساب بنتمرن عليها. لكن هو يا خالد حتى لما انتوا بتبقوا احيانا الفرق اللي قدامكم ممكن تبقى كسبانه متقدمه برضه ما بتغيروش؟ لا برضه بتلعبوا بنفس الشكل؟ لا، كان الموضوع ده صعب جدا. يعني حاولنا حتى احنا كلاعيبه طبعا بيبقى الموضوع بالنسبه لك صعب برضه، خسران وناقص 15 دقايق وعايز تخرج من الماتش باي حاجه. طب شايف زميلك واقف قدام فعايز تلعب كره طويله، فبتيجي انت مثلا تعمل كورتين طويله ولا حاجه، لا في محاضره بعد الماتش حلوه يعني. تعالى انت غلطت في 1 2 3، انت ليه تطلع من ورا بالاسلوب دوت؟ ده مش انت لعيب امكانياتك كويسه، ما ينفعش ان انت اصلا تطلع بالاسلوب دوت. احنا انت ليك اسلوب معين، انت لما هتعمل الكرات الطويله دي انت زمايلك اللي حواليك دول اصلا مش هيفهموك. لا احنا لينا طريقه هنطلع بيها حتى لو اخر ثانيه في الماتش، هو دي طريقتنا ومش هنغيرها مهما حصل يعني. فدي كان بيبقى ده السر لينا احنا، او يعني حاجه بتساعدنا. لا احنا خلاص، احنا عندنا، انا عندي ثقه ان طلعت موجود في المكان دوت، كابتن طلعت موجود في المكان ده كابتن مدحت موجود في المكان ده، فانا عارف انا طالع على مين، عارف ان انا لما باص الكره في المكان دوت هلاقي حد. من غير اول ما برفع عيني كده عارف ان هلاقي في المكان ده حد. فعشان كده احنا الموضوع بيتصعب معانا شويه ان احنا نعمل كره طويله، ففعلا ما بنقدرش يعني ندخل في مصارعات والتحامات مع بعض الفرق، لان ثلاث ارباع الفرق طبعا حضرتك عارف في الدوري المصري عنف وقوه، فلا هو مش مستاهله. فبتلاقي احنا طريقه لعبنا كوره استحواذ، بتعرف تضرب خط زي ما كابتن طلعت قال، بنلعب في مساحات في ظهرهم. فدي بتبقى احنا بنحاول زي ما كابتن طلعت قال ان احنا نخلي الفرق تيجي تضغطنا عشان خاطر ان يبقى في مساحات في ظهرهم. تطلع تعلق انت على دايما كابتن مدحت، يعني دايما الراجل بيقول احنا لعيبه بروفيشنال، فلعيب بروفيشنال يعني بنعمل كل حاجه احنا متفقين عليها وهو الراجل قايل عليها. فدايما الكلمه دي يقررها لنا يعني يقول لنا مش عايزين نبقى هوات، اللي هو بنلعب حاجه عشوائيه او حاجه مش متمرنين عليها. فهو كل حاجه في اي مكان في الملعب بيبقى مرنا عليها، نتحرك ازاي، هنعمل ايه. فزي ما خالد قال، المحاضره فعلا يعني بتاعت الفيديو اللي بناخدها دي بيبقى جايب لقطات لينا كلنا في الماتش. طب انت في المكان ده، لا احنا ما اتفقناش على كده، المفروض تعمل كده. فهو ما فيش في المحاضره تبقى محاضره على طول قبل الماتش، يعني في المعظم قبل الماتش بيومين. فاحنا بص الماتش اللي فات عملنا ايه، طب ده كويس عايزين نعمله تاني، لا ده لا كان لازم نصلح شويه في الموضوع ده. فهو يعني موضوع بروفيشنال ده بيتكلم على طول. جديد بالنسبه لكم في الطريقه دي بتهيألي؟ طبعا يعني انت اتدربت مع اكيد مدربين كتار وشرحه طبعا، اعتقد ستايل مختلف. طبعا يا كابتن، يعني انا واحد من الناس، انا يعني لسه ما لعبتش معايا، يا دوبك هو ماتش واحد نزلته، لسه ما لعبتش معايا كتير، بس انا كنت اتمنى فعلا ان الراجل ده يكون موجود معايا من 4 5 سنين. كان يعني انا بقول دايما لاصحابي والناس اللي حواليا مقربين مني، انا لو مع الراجل ده من زمان وبلعب كان زمان دلوقتي في منتخب مصر او حاجه ثانيه. لان نوعيه المدرب اللي معانا بيطلع احسن حاجه جواك، لان دايما الكوره معانا، دايما الكوره معاك ومديك ثقه وبتلعب وبتبدع ونازل مبسوط. فطبعا دي حاجه يعني مهمه جدا للعيب. يعني ما شاء الله خالد دلوقتي واللعيبه كلها اللي عندنا كلها بتتكلم على فرقتنا وبتتكلم على اللعيبه. دي حقيقه، دي حقيقه. فدي حاجه الحمد لله، راجل يعني بجد احنا بنشكر النادي على وجود المدرب ده معانا، وان شاء الله هو خلاص هيجدد معانا ان شاء الله. فباذن الله هيجدد بقى. ان شاء الله باذن الله هيجدد. هو بيتكلم معانا ان شاء الله، هو بيتكلم معانا اليومين دول في الموضوع ده. فباذن الله بس ربنا يكرمنا كده نطمن على الاعاد ان شاء الله في الدوري، والامور هتبقى واضحه ان شاء الله. احيانا بحس يا خالد انه يعني احنا ما بنتفرج عليكم احيانا بنزهق، يعني انتوا احيانا بتزهق يعني بنزهق بنزهق من كتر البساطه، وبعدين الكره تطلع لقدام وبعدين فجاه تقوموا مرجعينها تاني لورا وتفضلوا تنقلوها، بعدين ترجعوا لعبد المنصف. انتوا
انتوا نفسكم ما بتزهقوش من كتر الكرة ما في رجليكم في التلت الدفاعي بالذات؟ بص حضرتك، يمكن ده كان زمان واحد ما بيحسش بيه. يعني انا عن نفسي كخالد، انا لعبت مثلا، انا اصلا بدايتي اصلا كنت بلعب في نص الملعب وكده. كنت دايما اجي مثلا اخر نص ساعه، اخر ربع ساعه في الشوط الاولاني الاقي نفسي تعبت من الماتش، اخر ربع ساعه في الشوط الثاني الاقي نفسي تعبت. الطريقه بجد بتاعتنا ما تخليكش تعبان يعني. فعلا. يعني انت لغايه اخر 90 دقيقه انت مستحوذ على الكوره، انت ما بتتعبش. بنرجع الكوره، بنجيب من هنا وبنرجع هنا، بس انت مستحوذ على الكوره. فانت ايه الكوره اصلا متعتها في ايه؟ ان الكوره تكون في رجلك. بس انتوا كمان عشان لعيبه، خلي بالك يعني، برده ما تحطش اي حد هياخد الكوره في رجله ببساطه كده وينقلها. عايز برده لعيبه كوره. والله طبعا انا متفاهم مع حضرتك، بس هي القصه اكتر. انت طول ما انت كوره بتبقى معاك بتبقى مبسوط، تحس ان انت كره معاك، انا مستحوذ عليها، مش خايف من حاجه. لا انا عارف ان انا هطلع بالكره صح، عارف ان انا طبعا كان بيبقى فيها ريسك في الاول كتير. احنا كان بالنسبه لنا كان بيبقى فيها ريسكات كبيره جدا ان احنا غلطه بجون، بس اللي ساعدنا ان احنا يبقى عندنا الثقه دي طبعا كوتش، يعني كلامه بقى كتير والشغل الكتير على ان احنا لا نطلع بالكره من تحت. وكمان لما جه علينا فترات حصل معانا دروبات كبيرة قوي في الدوري، وقلنا لا طب احنا، طب ما نحاول نغير من نفسنا، طب حاول لا يا جماعه احنا بيننا وبين بعض مثلا يا جماعه لا احنا وكده نعمل كرة طويله ونطلع احنا. فبنيجي فعلا في الماتش نيجي نعمل، نحاول نفكر نعمل ده، لا ما بنعرفش نلعب. بيبدا خلاص سيستمنا اتظبط ان هو لا يعني لازم. شوف نقلتكم في الزمالك، بص في الكوش، شوف كام نقله عامله زي ما انا شفتها. لا دي وبعدين دخل الجون دي دي دخل الجون، بس هي القصه. لا احنا في ماتش الزمالك ده احنا عاملين حوالي 50 باص في جون، الجون الاولاني لينا حوالي 40 او 50 باص حاجه يعني بصراحه في الجون الاولاني جديد. الجون الاولاني اللي هو بتاعكم انتوا، احنا شفناه ولا لسه ده ما جاش؟ هو قبل ما تيجي الكوره قبل يعني احنا جبنا منها كورنر قبل الهجمه دي على طول. لا يعني الحقيقه هي طريقه يعني. وانا عايز اسالك يا مصطفى لغايه لما نجيب لك النقل بتاعك يا خالد، انتوا اتفرجتوا على الناشئين بتاعكم؟ بتشوفوه؟ تمام على طول. انا اتفرجتها مع حضرتك. نفس ستايل اللعب. شفتها معايا في البرنامج. انا ما صدقتش بصراحه. لو جاهز يا احمد وريها لنا، يعني شفتها عندنا في مسار. شفتها مع حضرتك ما شفتهاش في الملعب. لا شفتها مع حضرتك. لما ما بيلعبوش يا كابتن، الناشئين ما بيلعبوش عندنا في النادي. عشان كده. فما بنعرفش نتفرج عليهم على طول. بعتها لي صديقي المهندس ماجد سامي. الواتساب، بص اتفرجوا. لا مش دي يا احمد. طب خلي دي دلوقتي، انا عايز اشوف الناشئين بتاع وادي دجله اللي انا عرضتهم. دول احسن مننا كمان. دول بيعملوا بيلد اب احسن مننا. خلي بالك انا قلت دي بنت، فاصدقائي في موقع في الجول كلموني بعتوا لي قالوا لي دي ولد، عشان انا قلت دي بنت. شكلها بنت اصلها، بس هي بنت. طلعت ولد. ولد؟ لا بنت. انا بنت. شايف انها بنت. هي بنت. بيقولوا لي ولد. لا بنت، انا شفت فيديوهات ليها كتير. ولد. هم اصدقائي في موقع في الجول قالوا لي دي ولد، وهم اصدق مني اكيد. طبعا هم شاطرين في الحته دي قوي. طبعا. بس جن، ولد جن يعني. عذب زي ما انتم بتعذبوا. هات لنا بقى، هات لنا الفريق اللي هتشوفوه ده. فريق 14 سنه اعتقد. تمام. شفتها انا كمان. شفتها. نفس الطريقه بتاعتكم. فده معناها ان الكوتش بتاعكم قعد مع الناس، مع المدربين، وفرض الطريقه، وده شيء محترم جدا. انتوا عندكم متصاعدين من الناشئين في الفريق الاول؟ في حد متصاعد معاكم؟ احنا معظم الفرق عندنا كابتن ناشئين. لا والله. معظمها 97 اللي هو تحت السن. 97 يعني معظم الفرقه لو استثنينا مثلا 97 يبقى 22 سنه. 21 او 21 22 22 سنه. يعني لو استثنينا كابتن مثلا كابتن اوسا، يعني دودو، حسام عرفات، خالد مثلا، اسامه العزب، اربع خمس لعيبه كبار. تقريبا 10 لعيبه كبار شويه، والباقي كله الباقي كله صغيرين. هل دول 21 لا، هل بحد بقى من تحت 20 تحت 18 في حد مضموم لكم؟ لا يعتبر الاجوان مثلا اللي هم صغيرين، بعد كده محمد رضا ده مواليد 99. لكن ما فيش حد صغير قوي موجود اكتر من كده. افتقدتوا محمد محمود؟ طبعا. اللي راح الاهلي؟ طبعا. يعني انا كمان عاصرت محمد محمود من الاول لما كان بيطلع معانا في الاول خالص. لعيب جميل وصبور، وكان في الاول ما مش واخد الفرصه قوي. لكن كان باين ان هو هيبقى حاجه كبيره كان باين ان هو هيبقى حاجه كبيره، ان هو معانا اول ما طلع معانا. ربنا يشفيه يا رب. يا رب. دي فرقتكم بقى تحت 15 سنه، نفس طريقتكم، هي بما ان انتم شفتوها انا بوريها مره ثانيه للجماهير اللي ما شفناش. يعني شوفوا يا جماعه، كانه الفريق الاول قدامك برضه، نفس النقل بنفس الطريقه بنفس السيستم. لا ده الكوتش بتاعكم ده
شخصيته قوية عشان يفرض الاسلوب على النادي كله. انا كمان في حاجات اللي خلتني اثق جدا كمان في الموضوع دوت طبعا يعني صبر الاداره وتركيز الاداره قوي على ان لا مش هنغير الطريقه. يعني جينا فتره زي ما قلت لحضرتك كده، جينا فتره قلنا لا احنا مش هينفع، كان موقفكم في الجدول صعب جدا، فقلنا لا احنا كنا بنتكلم. فجي مستر ماجد قعد معانا قال لنا على فكره احنا ولا هنفكر نغير طريقه ولا هنفكر نغير مدرب، احنا هنفضل عندنا ثقه كبيره في المدرب وعندنا ثقه كبيره فيكم ان انتوا هتقدروا تلعبوا الطريقه دي. انتوا يعني فعلا هتغيروا الكره في مصر، يعني انتوا هتكونوا سبب في تغيير الكره في مصر. ده حاجه كبيره ان شاء الله يعني. وهو يعني الكوتش تاكس اول ما جانا قال لنا احنا ان شاء الله هنعمل طفره في الكره المصريه، احنا هنغير لكم معالم الكره المصريه اول ما نيجي، هنخلي مصر توصل لمرحله ان هي زي اوروبا بالظبط ان شاء الله في لعب الكره يعني. فعلا لا 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 هو مختلف بقى جهازه مصري يا مصطفى ولا معاه؟ لا يعني سبيروس ده المساعد بتاعه ومعاه ديمتريس يوناني، معاه ديمتريس ده مدرب الاجوان. يعني الاثنين يونانيين. الاثنين يونانيين معاه على طول. هو جاب الطقم، خلي بالك ده كان في اليونان بيشتغل، وكان المهندس ماجد سامي عنده نادي هناك في القسم كان التاني. ماسك النادي بتاعه، النادي بتاعه كان هينزل فجاب الراجل ده طلعه ووصله لغايه التلت الاولاني وقال له مش هتنزل وعمل اللي هو عايزه. طب هل هو قايل لكم ان هو مثلا هينهي في مركز معين او حاجه ولا فيش الحته دي؟ اول ما جه طبعا كان هو لينا هدف طبعا، قال لك ان احنا مش هنكون، انتوا لازم تغيروا الفكر ده في حياتكم يعني النادي. او قال لك النادي بقى له سنتين بيبقى في صراع هبوط مش قد كده. قال لك انتوا لازم تغيروا الفكر ده من دماغكم، انتوا امكانياتكم وامكانيات النادي فعلا ما تستحقش تكون في المكانه دي، انتوا لازم تغيروا الفكر ده خلاص، لازم تكونوا من على الاقل السنه دي من اول السابع والثامن، تكونوا سابع وثامن الدوري اذا ما كانش السادس، والسنه الجايه لازم تكونوا بتفكروا ان انتوا تكونوا من اول خمسه في الدوري. يعني كلام منطقي جدا. قال لك ما قالكش بطل الدوري، قال لك لا اول خمسه في الدوري. اول خمسه في الدوري قال لك انتوا السنه الجايه لازم تفكروا ان انتوا تكونوا من اول خمسه في الدوري. واول ما جه قال لك انا عندي طموحي ان انتوا هتكونوا من السادس او السابع او الثامن في الدوري ان شاء الله يعني. جميل. طيب قول لي كان اصعب بقى ماتش، انت لسه جاي لهم في يناير مصطفى انا عارف، بشكل عام من وجهه نظرك كان اصعب ماتش لعبه وادي دجله فنيا يعني؟ كان ماتش صعب عليكم. هو كابتن كان مش اصعب ماتش، اصعب فتره، لان يعني اول ما جيت النادي كان في اربع هزام عندنا. اربع هزام ورا بعض. يمكن دي هزتنا شويه وهزت اللعيبه وكان في ضغط كبير قوي علينا في الفتره دي، لكن الحمد لله رب العالمين من بعد اول اربع هزام دول الامور استقرينا وتمينا بعض تاني والحمد لله قربنا. احنا دلوقتي الحمد لله بقى لنا خمس ماتشات، ثلاثه مكسب وتعادلين. دول الحمد لله اللي فرقوا معانا، طلعونا شويه من الموقف اللي احنا كنا فيه. فالحمد لله يعني الفتره الاولانيه دي كان يعني بعد شهر واحد، ان كان فتره التوقف كان اكتر من شهر 40 يوم. فدي اثرت بالسلب شويه على الفرقه يعني، فيمكن ده اللي اثر في النتائج اول كام ماتش في يناير. بعد كده الحمد لله الامور دلوقتي الكيرف تصاعدي يعني، فالحمد لله. الحمد لله رحتوا للمركز ال 12 برصيد 31 نقطه، زيكم زي اللي فوقيكم على طول طلائع الجيش عنده نفس الرصيد 31، الاتحاد العاشر عنده 32، الجونه التاسع عنده 32. تمام جدا. يعني انت بينك وبين التاسع بونت نقطه واحده. انتوا الماتش الجاي عندكم مين؟ عندنا الاسماعيلي ان شاء الله كمان 10 ايام. قدامكم لسه 10 ايام. الاسماعيلي فرقه محترمه جدا طبعا حقيقه يعني. طيب الاداره يا خالد، يعني المهندس ماجد سامي، الاداره بشكل عام كيفيه التعامل معاكم يعني؟ من ناحيه ايه بالظبط؟ يعني من ناحيه مستحقاتكم، يعني الامور اللي هي الماليه دي. لا الامور الماليه عامه بصراحه يعني انا كخالد لا يعني ما اتوقعش ان احنا في ظل ان احنا نكون فيه. واحد دايما يقول ايه يعني، طول ما انت ماشي وحش او طول ما انت بتخسر اكيد النادي لازم يدوس عليك، لازم الواحد دايما فكره كان يبقى كده من الانديه اللي كان بيلعب فيها. لازم لا، هو في حته احترافيه، ده ملوش علاقه بشغلك، ده قبضك دوت وفلوسك ملهاش اي علاقه باللي انت فيه في الملعب يعني. يعني الامور الماديه، الاقساط الشهريه لا، في معاد
بتاخدها الحمد لله. حتى لو اتاخرت بتاخر مثلا طبيعي في اي زي في اي شغل بتاخر اسبوع 10 ايام مش مشكله طبيعي في اي مكان في بيحصل دروب في بتاع بس طبيعي يعني احنا مثلا ما لناش شهور متاخره لكن انت في الطبيعي في اي مكان لا بيحصل تاخر او حاجه بس تلاقي الموضوع بيتظبط تاني يعني حتى لما بيجي يتاخر لا بترجع وتتظبط وما فيش اي مشاكل خالص يعني المساله دي منضبطه تمام. لا تمام عايز اسالك يا مصطفى انت راجل لعيب خبره يعني اللاعب الافريقي اللي عندكم اسمه ايه فاكر ابراهيم انداي ابراهيم انداي اللي قدامنا ده قيمه لي اللي هجيب الجول ده قيمه لي وانت لعيب كبير يا مصطفى ده مواليد 97 برضك يعني تحت السن لسه ولد صغير خبر ابيض في بيلعب في منتخب السنغال الاولمبي المنتخب الاولمبي بتاع السنغال بتاع السنغال ولعيب مهم جدا بالنسبه لنا يعني احنا كلاعيبه بنحب ان هو نشوف انه يكون موجود في الملعب على طول لعيب سريع مهاري ذكي يعني محترف بجد مش اللي هو مثلا عشان بيلعب على طول فمثلا ما بيتمرنش او 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 علاقته وحشه باللعيبه لا اللعيبه كلها بتحبه جدا وهو قريب من اللعيبه قوي وبدا يتكلم عربي بسيط والله فهو بالنسبه لنا لعيب مهم جدا جدا من الناس من الاسلحه بتاعتنا المهمه قدام مفتاح مفتاح لان انتم بتحطوا له حتى الكور اللي تشدوه احيانا تعملوا مرتده زي الكوره دي عنده انطلاقات حلوه قوي قوي بص حط جسمه ازاي شوف حط الراجل ورا ظهره لعيب كبير لا هو لعيب كبير يمكن هو كان في مدحه الماتش بتاع سموحه هو كان جاي قبلها برده من المنتخب قبلها بيومين ثلاثه حاجه زي كده ماتشين فمستر تاكس ما بداش بيه خلاه احتياطي فنزل عندنا اصاب احمد حسن ربنا يرجعه بالسلامه يا رب نزل بعد ربع ساعه جاب جونين في الماتش ده لما نزل ماشي جت في ايدك دي يا خالد لمست صوابع ايدي يعني هو اعتبر هي خبط في صوابع ايدي وانا قاعد انا اول ما اتزحلقت انا كنت بتزحلق في اتجاه الكوره يعني مش بتزحلق على رجله فهو ما لمس الكوره اللعيب فانا اول ما هو يعني كده حضرتك هتشوف اهو هي راحت بص خبطت كده في صوابع ايدي كده وراحت وقفت انا حتى استغربت انا حتى في لعيب زميل جنبي قلت له خد الكوره قلت له انا مش بقول له خد الكوره هو فضل واقف لي يا ابني خد الكوره استنيها تتحسب انا اصل انا بص انا وقفت بص انا استسلمت قلت اكيد يعني هيحسبها فبس حتى انا يعني سالت قبل كده يعني سالت حكم قلت له تحسب قال لي المفروض ان هي تتحسب قال لي بس انت طبيعي انت بتنزل على الارض بتبقى ايديك جنبك يعني هتحط ايديك فين مفيش حد بيتزحلق ويبقى رافع ايده او لكن انت في لحظه صدق ما كنتش قصدك لا خالص والله انا اصلا بتزحلق عشان اخد الكوره انا حضرتك لو عدتها تاني انا بتزحلق اخد الكوره لكن هي انا ايديا طب نازله على الارض يعني بتزحلق فايديا نازله على الارض فوانا نازل على الارض هي راحت خبطت فيه لكن لا والله مش قصدك ما كانش فيها قصدك لا خالص والله طيب مصطفى اخيرا باعتبارك نجم اهلاوي سابق انت طبعا اهلاوي طبعا وانت خالد لا انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي فعلا يعني بره ان انت دجلاوي دلوقتي احنا عارفين يعني لا بس انا بجد يعني قبل ما تخش اكيد عندك الهويه انا كنت وانا صغير شويه كنت بشجع الزمالك وانا صغير بس بعد كده شويه بصراحه من ساعه ما لعبت في الدوري بقيت بكره اللعب يعني مش قصه بكره بس بقيت ايه بحس ان الاهلي والزمالك في الملعب واخدين حقهم قوي على الفرق انت بتكره الحاله دي ان انت تبقى حاسس ان هم يعني الناس كلها مديالهم الاتجاه ان هم الاحسن هم الافضل حتى الحكم الاسلوب الحكم لما بيتكلم معاك حتى في الملعب فعلا بيتكلم مع اللعيب بتاع الاهلي والزمالك غير اي لعيب تاني في مصر والله فعلا فدي من ساعه ما شفتها لا قلت وانا ولا اهلاوي ولا زملكاوي انا راجل هشجع منتخب مصر وفرقتي مش هشجع حد تاني بصراحه عاملين عقده للناس لا بجد والله هو فرقتي اللي هنتمي ليها طبعا ومنتخب مصر لكن فعلا من ساعه ما لعبت قدام اهلي وزمالك زي ما قلت لحضرتك كده حسيت ان لا شفت ان التعامل في الملعب شفت في اختلاف حاجه معينه يعني اسلوب الحكم ذات نفسه يعني انا اسلوب الحكم ذات نفسه يعني بيجي مثلا لاعب الاهلي مثلا يتضايق او حاجه ممكن لعيب الاهلي يتنرفز على الحكم فتلاقي لا مش شرط ممكن يتنرفز عليه اصل احنا كلعيبه الحكم يقول له ايه طب اتفضل يا كابتن ارجع ورا احنا لا تلاقي تكشيره بقى امشي ومش عارف ايه ممكن انذار كمان لا انذار ده طبيعي لا ممكن كده والله فعلا وتيجي مثلا تقول له يا كابتن طب انا بتكلم معاك بالراحه ان يرد عليا انا بتكلم معاك بالراحه يقول لك ايه لا اصل انت بيبان اسلوبك في التلفزيون انت بتشوح لي انا والله مش بشوح لك انا بتكلم مع حضرتك لا هو الموضوع انا من ساعتها وانا قفلت ولا زي ما انا عايز اقول من خلالكم لكل اللعيبه لما بتتكلم على الحكم الناس مش سامعاك بس لو انت جيت عملت كده الناس هتفهم ان انت يعني هو فعلا بيقولوا كده بس احنا حتى لو انت ما عملتش كده هو حتى لو ما عملتش كده هم بيبقى في حديه شويه الحته دي في حديه طيب اخيرا يا مصطفى عايز تقول ايه للعيبه الاهلي يوم السبت ان شاء الله امام سان داونز
انا لسه مكلم ايمن اشرف النهارده. كان عيد ميلاده امبارح. كل سنه وهو طيب. كل سنه وهو طيب. مشجعته. فانا بس مش عايزين نضغط اللعيبه ايوه. هو ماتش صعب جدا. خلينا متفقين. عايزين بس الاهلي يقدم الاداء اللي احنا متعودين عليه. ولو في الامكان نكسب ان شاء الله. مش عايزين نقول ان احنا هنكسب الخمسه والسته. احنا عايزين نكسب ونخلي اللعيبه مش موجوده بواحده واحده. فرصتنا صعبه جدا ان لم يكن مستحيله. فلو الاهلي كسب لا نقولها صعبه جدا. نقولهاش مثال يعني هم كسبونا خمسه احنا نكسبهم يعني ان شاء الله نقدر. ان شاء الله نقدر. بس مش عايزين نحمل اللعيبه الضغط اللي هو عايز انزل استعجل ان انا اجيب واحد واثنين وثلاثه فالامور كده. تبقى مفتوحه ورا او ممكن يخش فينا جون او يحصل احباط. فاحنا نفكر الاول ان احنا بس نقدم الاداء المشرف بتاع النادي الاهلي ان احنا نكسب ان شاء الله واحد اثنين. ربنا كرم. حسينا في الماتش ان الامور لا في الامكان ان احنا نكسب ونعمل ريمونتادا للناس مستنيها. لا ان شاء الله نقدر. لكن مش عايزين نضغط اللعيبه اللي هو لا احنا نازل نكسب خمسه او سته او لا. هي واحده واحده والامور ان شاء الله زي ما اللعيبه معودين ان شاء الله نقدر نعمل حاجه نفرح الناس بيها ان شاء الله. مصطفى طلعت شرفت ونورت. ربنا يخليك كابتن مدحت. انت اللي مشرفنا والحمد لله على السلامه. وكنت وحشنا ومنورنا كالعاده حبيبي. ربنا يخليك. خالد رضا شرفت ونورت. تسلم يا كابتن. وطبعا انا بتشرف بحضرتك ومبسوط جدا كنت مع حضرتك النهارده. وطبعا حضرتك منور التلفزيون كعادتك طبعا. وان شاء الله نكون مع حضرتك في اوقات ثانيه. ودايما مبسوطين جدا بكلام حضرتك علينا بجد. دي كنت لازم اقولها. بسمع حضرتك كتير بتتكلم علينا باسلوب كويس بصراحه يعني غير ناس ثانيه كانت بتتكلم عليها في الاول. لا دي فرقه صعبه دي فرقه هتهبط. لا حضرتك بصراحه حتى قبل ما تكون حضرتك في قناه النيل الرياضه وانت بتتكلم عليها كويس بتقول علينا لا في حاجه مختلفه في الدوري. فان شاء الله نكون عند حسن ظن الناس وحسن ظن حضرتك ونأدي الناس طالبينه مننا مجلس اداره والجهاز الفني كله بالكامل ونقدر نعمل حاجه لنادينا ونفسنا ان شاء الله السنه دي ان شاء الله. تسلم يا ربنا يكرمك. تسلم يا ربنا يكرمك.